يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. كيف الحال؟ نحمد الله ونشكره. سألني كيف الحال؟ كيف الحال؟ طبعا الحمد لله دائما وابدا. ولكن ابو ريال نحن في ورطه. ايش في؟ في ورطه استاذي. ما الذي يحصل؟ لازم ينزل فيديو اليوم اللي هو فيديو منتصف الاسبوع. بس في مشكله. ايش مشكله؟ ما عندنا فكره. طب ليش بتصور؟ ما جيت اعترف لهم انه ما عندنا فكره. هذا فيديو عشان نحكي للناس ما عندنا فكره. طب كان جبتني من الاول عندي فكره. اصلا لي يومين بفكر فيها، كنت اقترحها عليك. اسمع، بتتذكر فيديو ضحكني وخد 100 دينار؟ ما بحبوه الناس، خلص اخر فترة عن جد بطلوا يحبوه. انا بحبه فبطورت على الفكرة. بننزل على الشارع عند الناس اللي هم اصلا اصحابنا، ومنلبسك بلوزة مكتوب عليها ضحكني وخد 100 دينار. دقيقة، أنا بكون لحالي؟ نسيت أحط حالي معك في الفكرة، الخيال. أنت معي؟ أنا معك، هسا باجي. طيب. بدنا نعمل زي ما بنعمل بالمكتب، أي حدا بيجي بضحكنا بنعطيه 100 دينار. طايرة. يلا. شارك؟ اقرا ضحكنا خد 100 دينار. إذا بتضحكوا هتاخذ 100 دينار هلا. احنا مشاركين في التحدي. في اللي وقع في البير، كيف طلع؟ في اللي وقع في البير، كيف طلع؟ كيف؟ كيف؟ مبلوش. حبيبي بالعافية. مرة من المرات طلعنا انا واصحابي لجبل، بعدين كنا ساكتين وفي واحد منا قام يصيح من تحت. يقول لنا ليش انتم ساكتين؟ قلنا لا يا زلمه ما عندنا توصيل. لا عندك، ما في تربيع تحت. هاي خلاص. شاركوا؟ هسه بتاخذ المية، هسه اذا ضحك هسه بتاخذها. كاش كاش هسه. طبعا رجع عنده محاولة ثانية. اسمع، مرة واحد راح على، بعدين طلعوا الاثنين تزاعلوا ورجعوا، جاء واحد لعند الصيدلي ثاني مرة. أنا عملت إيه؟ اسمع كثير طولت، طويلة طويلة النكتة طويلة. بس صراحة شرف المحاولة اللي تفضل تفضل. والله يعني أضحكني بس نص صراحة، يعني نص النكتة راحت. أنا بدي أخذ المسابقة. بدك تفضل. تفضل. طيب بقول لك هالنكتة. ابو ريان اسمع، مبين انه الموضوع مش ظابط، تمام؟ اولا عندي اكثر من سبب. واحد، الفقره هاي اصلا الناس كانوا بدها تلغيها على اليوتيوب. انا واحد. اثنين، عم تقول نكت غريبه. عندي انا الحل. عندي هسه الناس شايفه 100 دينار مش مقتنعه، بتعرف شو بنعمل؟ بنقول هيك تصير 500 دينار، اللي بضحكك باخذ 500 دينار كاش كاملة. فيك العافيه يا زلمة. أكيد لا يا أبو ريان، أنت مفكرني أبو فلة، أي حدا بضحكني أعطيه 500 دينار. ومال هو إذا بيستاهل؟ لا، الفكرة هاي لا، بدنا إشي ثاني، بدنا إشي غريب، يعني مثلا ننزل أنا وأنت على المطار نوزع شوكولاتة على الناس. خلاص؟ أنت جايبنا شو بنعمل في المطار معنا شوكولاتة؟ قلت لك بدنا نوزع شوكولاتة في المطار. أنا جيت تخيل غير نوزع شوكولاتة في المطار. بالله دقيقة، أنا ناقشتك في التريك في خيالك؟ لا ما ناقشتك، بالله دقيقة. بالله دقيقة، أنا قطعتك؟ لا لو سمحت لا تقاطعني لغاية ما نسمع الفكرة للآخر، بلكي طلعت حلوة، تمام؟ في فيها الغاية. أنا وأنت في المطار وعم بنوزع شوكولاتة على الناس. روح رح يودينا. اسمع، نار الفكرة صح؟ بعطي كل حدا شوكولاتة. يلا. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ تحياتنا. اهلا. يعني انا كثير مبسوط اني شفتك. والله انا مبسوط اني شفتك. هلا والله. كيف حالك؟ بدنا وخذ منا شوكولاته. بس يلا بدنا شباب. الشباب كلها بدها تاكل شوكولاته. الجميع سوف ياكل شوكولاته. ناس عم بتحب الشوكولاته. قلت لك انه في مستمتعين. قبل ما تطلع طيارة شوكولاتة. طيب حبتين بسيط. تكلم بيكو. صحة هلا. يعطيكم العافية. توصلوا بالسلامة. الله يعطيكم العافية. شو؟ جبت الشوكولاتة. هسا بنروح نجيب كمان شوكولاتة. والله دقيقة. طب شو؟ خلصت الشوكولاتة يعني خلص الفيديو خلاص؟ خلصت الفكرة؟ لا، بنروح على السوبر ماركت كمان مرة وبنشتري كمان شوكولاتة وبنرجع المطار. ارجع 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 اسمع مني. شكرا. يلا يلا اسمع، عشان نوزع انا وانت. كيف انا باخذ هيك؟ هذول لي وهذولك للناس. يعني انت مسافر؟ طب احنا بنعطيهم شوكولاته عشان يفلفش. هيهم. مرحبا. هلا لك هذول ولا اخوك مصطفى. يلا يا حبيبي، كم شوكولاته اليوم؟ بلش يومك بطريقه حلوه. مبارك.
والله غير تغطي خلاص. الله يخليك. نزل على الدرج. لا بس بقي. بدانك يوم جميل جدا. انت. ابو ريال بخوف فيهم يعني. اسلوب ابو ريال مش افضل اسلوب في العالم. شوكولاتة بس خد هيك مناسبة والله بس عم نوزع شوكولاتة لأنه شوكولاتة تصنع سعادة يعني أصلاً المطار نور فيه يا زلمة الله يخليك هيو نازل على الدرج أتمنى لك يوم سعيد بدون تصوير رفضوا انه نصورهم لكن يوجد ما لا يقل عن 6 اشخاص في الداخل وهم الان جاهزون لاكل الشوكولاته اتمنى لكم يوم جميل جدا يا اخي خلص ما ضلش حدا المسافرين اكلوا شوكولاته والمغادرين اكلوا شوكولاته والحاضرين والقادم ما ضلش برد الدنيا رجعنا مش ضابطة ناقصها هيك حبكة حب أنا من الأول من أول ما اقترحت أنا بس بسلك بصراحة الفكرة سيئة بس انبسطتش الناس يا عم أنت تسلك لي أنا أسلك لك نحن نسلك لبعض هاي اسمها قعدة برين ستورمينج في عنا فيديو لازم ينزل صح فإحنا نجرب خلص ما زبطت هذيك الفكرة ماشي نفكر في إشي ثاني مش تقول لي سلكت لك وأنا أسلك لك واضح اسمع إجتني خذ لك هاي بنكون أنا وياك في سوبر ماركت وبنشتري تونة تعال أقول لك حق الصح طيب هاي نفس السوبر ماركت بعدين نشتري تونة أنواع مختلفة من التونة نبغى نحاسب ليه عم نشتري تونة؟ بدك هسه بتشوف مرحبا بدي أشتري ثلاث أنواع تونة مختلفة لو سمحت تفضل شو بدنا نعمل في التونة؟ بدنا نشتري تونة ايه بدك تعمل تحدي التونة الأكبر ايه؟ هسه بتشوف يا زلمة أنت مش فاهمني أنت لو فاهمني ما بتحكي هيك شكرا عفو صحة وعافية يلا ابو الوس بدنا نولعها بالتونه مش ما تشرح لي ايش بدنا نعمل احكي لي انك بدك تطعم التونه بسس يعني مبادره حلوه لا بصراحه مش هيك اي بسس طعم التونه انت ليه بدك تطعم البسس تونة؟ بدي اشوف اني علبه تونه ازكى بيطري دكتور طعم البسس السلام عليكم عشان نشوف اني علبة تونة أزكى شو مفكر مش عشان البسس لا هل بتحب البسة راح تحبها انت مثلا يعني لا عشان التونة والله بدي اشوف اني علبة أزكى مش حاب اقعد ادوق فيهم كلهم خلص 100% فانه بنجرب انا فكرت جاي طعم البسس انا فكرت عشان البسس لا انا بدي اخذ رياكشن من البسس اذا عجبتها التونة بتبين مبسوطة فكرتك جاي تعمل عمل خير يا زلمة لا لا تونة بس حبيبي وين القطط؟ طلعني من الخيال هذا هسه رجعني على المكتب لا لا يا حب بدنا نجرب هذا لسه جوني جوني كيف حالك؟ جوني؟ والله جوني خلص رجعنا على المكتب بإذن الله خلوا طعمين وحدة بس وحدة أنا مش شايف إنهم حابين ياكلوا تونة خلص جوني بس عنده حساسية هو حساسية من البني آدمين أيوه بالضبط ما هو أصلا بده يجرب على جوني عرفت كيف؟ هو عنده حساسية جونز. ليش أعمل حلقة هاي؟ هاي الحلقة مفروض عليها. اسمع بيجي مبسوط من جونز بصراحة. مبسوط. إيش أسكت تونة؟ هاي كويسة. نجيب هاي كمان. صح صح. شو رأيك بالرياكشن تبعه؟ بس فور. ما في شو اسمه جونز؟ ويسكي. استغفر. ويسكي بتحب التونة؟ نعمل مسابقة التونة بين القطط. ويسكي؟ حبيت الاثنين قبل ما يعطينا فاينل اوت كم ايش حبيت اكثر وبحكي بحكي مرحبا طعمي كيدونا يلا كل يلا كل هاي العلبه الثالثه عشان نجرب نشوف جد اللي عنده بتعطي رياكشن احسن في عالم التونه المي فيها بس يا طال المي كلها بس يلا ما شاء الله عشان تعملي انا مصدوم مش عارف بالطريقه صراحه من زمان نفسي اشوف البيسس كيف بيقيموا التونه عشان ما اتغلب صراحه بحس الثاني فاز صراحه انت روح لتم استهلاك لقيت مش اسكت تونه رجعني على المكتب عشان اتكلم معك طب بس دقيقه الان هسه كابتن انسى سديت لي كل نفسي اذا يعني انا بس مفكر شفت ويسكي قديش كتكوت وبشرب
تونة؟ أنا بس مفكر رايحين نعمل إشي إنساني، طلعت بدك تعرف مين أذكى مش حنرشك وما بدي أحكي في الموضوع. يعطيكم العافية يا جماعة، سامحونا على القصور في هذا الفيديو، مش خاطر في بالنا فكرة وخلص، يعني اللي صار صار. الفيديو الجاي اللي حينزل حتكون الدنيا رمضان، فرمضان كريم من هسه عليكم جميعا، طمني عنك مشان الله. نروح نطعم تونة، فكرة نار، روح اقلب وجهك.